اليوم هذا يندرج ضمن النشاطات المخصصة للاحتفال باليوم العالمي للتغذية اللي هو يتزامن مع 16 أكتوبر من كل عام. الشعارات تتبدل على حسب الأوضاع السائدة في العالم وعلى حسب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. الشعار تاع هذا العام سيتمحور حول لا تتركوا أحدا خلف الركب. علاش؟ نظرا للظروف السائدة في الحرب الأوكرانية في أوروبا واللي أثرت على ارتفاع الأسعار وعلى الانكماش الاقتصادي، إضافة إلى المؤثرات السلبية تاع جائحة كورونا في العامين الماضيين. أصبح الأمن الغذائي يعني جزء هام في مساءلة المجتمع ككل، وثانيا في قضية الاستثمار في الجزائر من خلال الاستثمار في الصحراء عن طريق المحاصيل الزراعية والعلفية والسكرية، أيضا لها مدلول في يعني ترقية العالم الفلاحي.